في إطار متابعة تزويد السوق الداخلية بمادة البطاطا، تمكن عوان المراقبة الاقتصادية بنابل القيام بعمليات مراقبة نوعية تخص مراقبة المنتوجات الفلاحية والمواد المدعمة المروجة عبر مسالك التوزيع بطرق غير قانونية، الهدف منها التصدي للمضاربات والممارسات الاحتكارية، مما يضمن شفافية المعاملة التجارية بين المهنيين من جهة، ويمكن على حفاظ المقدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى. وبالتالي تم خلال هذا الأسبوع من حجز كمية 134 طن من مادة البطاطا المعدة للاستهلاك، وكذلك تم حجز كمية 600 كيلوغرام من مادة السكر الملح المدعم مروجة بطرق غير قانونية.